أننا اطمأنينا على ظروف العمل، ولا سيما على مخزون الورق، خاصة ونحن عشية انتخابات الرئاسية. يعني رانا حرصين على أن الأمور كلها تمشي على أحسن ما يرام، يعني من ناحية تقنية ومن ناحية تموين هذه المؤسسات بالورق في الظروف اللي تعرفوها، صعوبة التحصيل، المطابع كلها تعاني مع الصحف، يعني ما فيش تحصيل للمستحقات. ومع ذلك في إطار تعزيز الخدمة العمومية، لا سيما عشية الانتخابات الرئاسية، لابد أننا نحرص على أن تكون المطابع جاهزة من ناحية تقنية، ولا سيما من ناحية توفير الورق.